خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كدقلي والأبيض نيالة والجنينة وعطبر الحنينة الليلة نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 أهلا ومرحب بكم قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء. حقيقة في مواضيع كثيرة مهمة مفترض نتكلم عنها، قد يكون تكلمنا عنها في حلقات سابقة، لكن في موضوع حاسين انه مهم وبهم الناس كلهم وحياه الناس وكده، والناس رايجين انه يشوفوا حيحصل شنو. كده نشوف الموضوع. والله شفتها يعني الكلام الداير ده ما تفتكر الداير ساي. لا يعني كلام انا ما فهمني يا عبد المهدي. واحد انا افهمك افهمك. نحن اصلا موضوع الحوار ده كله اصلا ما مفروض يحصل هسه، اصلا مفروض يحصل من زمان، لكن شاءت الظروف انه دخر. ليه لكن يعني من زمان رجل الكلام ده ما خلاص فليكن. هسه القصه دي هسه بدت هسه يعني الان في بدايه كده. نعم نعم يعني هسه نحن ما مدخرين خالص، نحن ما تعبانين خالص، نحن ما قاعدين نعاني. نحن هسه دي الغاز في تلتلة، الأكل في تلتلة، الأسعار في تلتلة، الدولار في تلتلة ماشي فوق طوالي، يعني بعد شوية حيكون ب 100 جنيه الدولار. والله كلامك صحيح، أنت عارف بس الصفوف الحياة الزمان دي كلها ثاني بدك ثاني حترجع ثاني حترجع ثاني. بعدين الكهرباء، لعلمك الكهرباء دي بعد ما نحن ارتحنا منها وقالوا ثاني الكهرباء دي ما بتقطع، هسه قال لك مبرمجة عديل السنة دي والسنة الجاية. المزعولين قالوا الكلام ده والله في الأجهزة الإعلامية، صح ولا ما صح؟ والله صح. الكلام ده كله ليه؟ ليه احنا تاني حنستورد القمح وتاني حنشوف الكهرباء وين وتاني حنستورد البترول وتاني الحل شنو؟ يعني رجعنا تاني المربع الاول. اي ما بعدنا خلاص قالوا مزقنا كل الفواتير، صح ولا ما صح؟ مزقوها لكن احنا تاني رجعنا. الحل شنو؟ ايوه احنا ما بنطلع لقدام وما بنمش لقدام كان ما بقى في سلام. ها؟ بدون سلام انت، بدون استقرار، بدون امن، بدون تحس انت ماشي في ما في زول بيسالك، بدون حريه بيكون في اقتصاد، بيكون في نمو، بيكون في السلام اهم حاجه. والله فعلا والله السلام ده نحن بالنسبه لنا لو تم يحل لنا مشاكل كثيره جدا. عشان كده نحن لازم نركز على الحاجه دي. لازم نركز عليها بالاتي، يعني اول حاجه الناس مفروض يعرفوا انه البلد دي الحرب دي لما وقفت معناها ما بنمشي لقدام. لازم تقيف الحرب. هيقول لك والله كل الميزانيه والقروش والحاجات كلها، والله طبعا البلد فيها حرب، والله مشت الحرب خلاص المزرعة حتبقى فوضى، صح ولا ما صح؟ فوضى هي حصلت. عشان كده نحن لازم نركز على السلام. يا حلال زمان، يا سلام زمان الاداره الاهليه دي شفتها كيف؟ هي العمده يجي يقعد كده الناس دي كلها بيم ثاني زول بيتكلم ما في. لكن يا حلال زمان العمده. اي أيوة والله يحل المشاكل كلها. والله يا حلال الزمن ده خلاص الاداره فاتت، الاداره الاهليه بقت ما فيش. والله بقت ما بقى ما عندها شيء، ما عندها كلام. لازم اسع في الحوار الدائري ده في السلام ده، لازم يجيبوها ثاني. كما جابوها ثاني اخر بلد بتمشي لقدام يا اخي. يعني هسه كان جابوا الحل في الادارات الاهليه دي مهمه ايوه. والله صحيح زمان اي زول بيعرف ناسه، اي زول بيعرف حتته ومنطقته، اي زول بيثبت ناسه كده، اي زول كده معناها حيكون في تفاهم. والله قدامك كلام منطقي. أيوة. والله كلام منطقي صحيح. ايوه احنا هسه كان فعلنا الادارات الاهليه دي ايوه ما هتكون المساله محلوله تماما. اهم حاجه والله. أيوة انا والله. عندي الناس دي كان دارت تبدا والله العظيم يبدو بالاحياء وبالمناطق وبالاداره الاهليه في كل زول في منطقته. أيوة. وبعد ذاك يجمعوا والله العظيم شو لقدام. والله بتمشي فكرتك دي، والله فكره جميله. أيوة والله يا اخي البلد دي ما سهله،
البلد يا اخي فيها بترول وفيها ذهب وفيها حاجات كثيره يا اخي ثروات، فيها ثروه حيوانيه وفيها زراعه وفيها، لكن وهنا احنا تعبانين يا اخي، غاز عشان نطبخ به وما لاقينه. والله تمسك حاسس الصفوف هناك، احييك المدله دي والله. اي والله والله نحن ذاته، والناس بقت ما بتنوم، تخاف الحراميه بالليل يتلو دوامه كله عدم الامن، ما في سلام. ايوه عشان كده يعني مفترض الناس دي كلها تقيف كده وتهدى، وفي حاجه واحده والله مهمه، المفروض كلنا نتكلم عن ثقافة السلام دي عشان النازل يكون في بنات من سلام يا اخي. والله السلام ده مهم يا اخي، السلام ده السلام ده ما من اسماء الله الحسنى. والله من اسماء الله الحسنى، ما ربنا ذاته الله ما اسمه السلام. وكيف والله طيب يا اخي ربنا ذاته في عشان كده السلام السلام ده مهم شديد يا اخي. والله مهم السلام ده، بعدين في اي دين؟ وما عنده دين معين السلام ده، في اي دين يا اخي السلام ده؟ والله كل الاديان دي نادت بالسلام. هاي اخطب الناس دي، ما لا يا اخي ما تقعد وطا يا اخي، تقعد وطا يا اخي عشان ما يتلتلونا معاهم يا اخي. عليك الله يا اخي المزله دي والله احسبها قريبه، والله المزله مزعل، انا زعلت والله العظيم مزعل يا اخي، والله مزعل مزعل يا اخي. الناس دي والله ما عارفين نسمي ايش وين احنا. انت عارف نحن اصلا تربايتنا ذاتها مما قمنا ومنقرا وطلبه وفي الجامعه، الحاجات دي موجوده والله موجوده، والله في الجامعات موجوده. والله شفت كمان هسه على احنا ما تعلمنا العنف. والله العنف الناس يطلعوا كده يكون عندهم ريفهم كده يتناقشوا، بعد شويه ده يحزب شنو، ده يحزب شنو، ده يحزب شنو، يتلموا، بعد شويه ده ما يرضى كلام ده، بعد شويه العكاكيس تطلع، السيخ يطلع، البتاع لبب هذا كله من المشاكل. اذا كان احنا في الجامعه الناس الكبار الفاهمين المتعلمين ما قادرين نقعد مع بعض ونتحاور، طيب الزول في الجامعه ده بعدين ما مش بيبقى زول ليدر، بيبقى زول غايد، بيبقى زول مزعول. والله بعدين والله كلام صدره يحب كيف لما اتعلم السياسه واتعلم طولة البال وصدره بيقى واسع وتحمل الاخر عشان يتفاهم معاه وخد وادي وخد وادي لحد ما نصل لنتيجه كويسه، مين هو في الجامعه يعلمه لك ويقول له ايوه اسمع الجماعه ده عندهم هنا؟ لا لا المشكله الجماعه دي بيعمل لك ليه؟ والله دي المشكله. هو بعلمه من 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 الجامعه من الشباب، عشان كده لما نبقوا مسؤولين بعدين كل هو واحد طوالي يطلع الغابه. والله صحيح كلامك. ايوه ناس الجامعه دي هاي والله العظيم هاي ياخذوا خطو سيخ هاي بيجيبوا عكاكيس بيدسون هاي انت عارف سلاح يلا السلاح ده ذات والله السلاح ده مشكله. والله نحن مع السلاح ده يكون في سلام كيف؟ ما في سلام، ما في سلام مع السلاح يا اخي. والله دي مصيبه وتلمان، يعني احنا ناس ديل حتى الناس المتدورين ديل هم بيعملوا ما الناس جهله يعملوا شو في الغابه الناس ما قالين لنا. اي والله اي والله لو نحق والله الواحد والله العظيم وتلمان انا ما اعرف، لكن المساله دي دار وقفه دار وقفة والله دار وقفة والله المفروض ان احنا يعني ذاتنا كناس هسه دي متنورين بالقصة دي يعني نخاطب الناس التانيين هاي والله بعدين خزول ما يسهج يعني انت قدر ما تحاورني يعني انا اتقبلك، احنا مشكلتنا انت قاعد شنو السودانيين ديل ما في زول بيسمع كلامك، ما في زول بيسمع كلامك تجي يقول ها تلقى عنده حاجة تحت اعمل لك كذا والله يقول لك شوف زولك عين زولك عين زولك هسه لقيته قبل شوية يعني ما في زول بيسمع الثاني يا اخي ما في زول بيتحمل ما هاي. في زول ما كل شنو زول عارش عامل نفسه هو احسن منه ما ايوه بس وبعدين هو ماشي صح هو ماشي صح اي زول اي والله اي والله ما في زول زي في الدنيا دي لازم تسمع راي الزول الثاني، لو اي زول بيسمع راي الثاني الناس ما كان احتكت والله ما كان قامت مشكله هو يعني هو الناس اثنين في البيت بيشاغلوا اي والله في البيت اثنين بيشاغلوا لكن شنو لكن لما يكون في حوار ده في كلام ده ما بعرف ده حزب شنو ده حزب شنو خلبوا هذا اي والله ده ده الهلال المريخ الناس بتجوك فيها والله صحيح والله الهلال المريخ الناس يشيلوا فيها عكاكيس ما المفروض يا اخي احنا حتى الكوره دي الكوره دي الكوره دي ما رياضه رياضه بتاعتك ما فيها فايز وفيها فيها مغلوب وفيها غالب ما عندنا الكلام ده ما مشكله والله ما عندنا زي الانتخابات فيها مغلوب وفيها كده المفروض ذاك فاز انا احترمه واهنيه واقول له علي ما بدل ما هذه حصير المنتخب الوطني اللي قاعد يشجعه ما بيشجعه ما في شغل الا كان لاعب والله ما عنده وجع ولا عنده والله ما عنده وجع الا يجيب لنا الاساطير هم اللي قاعدين احنا ذاتك هسه اذا كان عندنا تربيه وبنشجع المنتخب الوطني ما كان هسه السلام ده عم البلد يا اخي والله كان عم السلام اي والله دي ما اول واحده بتنادي بالسلام اي والله اي والله انا يعني الناس ممكن تلعب مع اسرائيل تلعب ما يمحق ايوه ما عندنا يعني مشكلة ما لكن المشكلة وين؟ في نحن ذاته نربي الجيل ده كيف؟ ايوه ايوه والله نربي الجيل ده أيوة والله أول حاجة نبدأ بروحنا نبدأ بنفسنا نحن ما نضايق نحن بنتضايق بنتضايق كان أنت ماشي لك في حاجة دار تعمل دار تحل مشكلة يجي زول يقول لك لا أنت هنا عم تتحمل تقول لي لا أنا ذاتي لا عليه الطلاق عليه الطلاق وحياة اسم الله وحياة اسم الله يا سلام تاخذ ده كله سكاكين وطعن اي والله اي أيوة والله انا والله يا ود المهدي انا دي شيء محيرني شيء محيرني ومسوي في راسي ده انه الناس ديل كان قاعدوا في الوقت ديك ولمينا الموضوع الاداره الاهليه دي ما الناس كانت بتقعد في الوطن انت تحسبها بس
وي يا زول الناس دي بيحترموا الزول الكبير. يقول لك يا زول اللي ما عنده كبير يشتري له كبير. الناس دي بيجوا بيقعدوا كده عندهم مشكله بيحكوها طوال يا هلا ست يا فلان تدي فلان ده تعوده تعمل له كده لانك انت ختيت عليه وعملت كده. انت يا فلان عملت كده في المرعى وفي المزارع دي كان البهايم حقاتك جن خشلين محل الزراعه ولا خرب الليل مزرعه الزول. يجيبوا الزول سيد الزراعه ويجيبوا الزول اللي عنده البهايم يجيبوا يقعدون سوا. هسه دي مشكله من المشاكل اللي بنقابلها المسارات وتحديد الزراعه والرعي ومناطق الحاجات دي الفهم الناس ده قاعد يجيب مشاكل وبيعمل نزاعات وبيعمل حروب وبتبدا حاجه صغيره بيني وبينك بعد شويه بيجوا اهل ديل بعد شويه بيجوا اهل ديل بعد شويه بيجوا اهل ديل بعد شويه القصه تكبر. انت عارف المصيبه في انه اهل ديل واهل ديل لكن حسن احنا لو حلوها من هي صغيره الموضوع كان انتهى والله بيتحل طوالي يا اخي بهايم خشت هنا خربا شنو يا زول كده قدر هنا ده بي كده ده بي كده خلاص يا اخوان زول ده دو كده حتى لو ما عند الجماعه لقطك 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 ما سودانيين احنا عليك احنا ما سودانيين التكافل الاجتماع المسوي ده ما هو ذاته ده السلام ذاته اي والله والله تعالي انا مستغرب السودانيين ده الناس حاره اي والله كان ركبتها في اللي نادي اقول لك عليه الطلاق ما تدفع يدفع لك ولما نيجي ساعه الشغل والبتاع ما بيحملوا بعض ايش بدا والله حاجه غريبه دي سيكولوجيا ما مفهومه لازم تتفهم هاي حلوه كيف حلوه كيف كده حكت عارف نمشي فين حل الموضوع ده يا اخي يا سلام ايوه الزهره 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 صابون 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 علينا جاي صابون لكس لكس استحمى يا زول حموم حموم هاي لكن تاني بترجع البلد انت ابار 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 سنفار 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 ابار سنفار تاني ما بترجع صبا عمير صبا عمير صبا عمير هاي يا ما يرجعك الله ما لقى ولي درشو ترجع اهلك 200 عليك الله والله يا سامي يا بالختي ارجع وين بلدنا ما فيها امان والله تكوني راكدة جاي تسمعي والله شفتي الرجل والنسوان والرجال أمشي قدومة غني ولا لا ولا 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 جري والله عندنا حبوبتنا من شيل شيل شيلوني والله لما قالوا تدنا قدام هاي القيامة قامة وضعت تبجنونا ضرب تقيد والله العظيم مساكنا الطغرية تعرف عيقة تسمع الطغرية وين في السماء هو تفتحي خلاص خليتوا الزراعة وخليتوا اي حاجة وجيتوا انكبستوا هنا في كرش الفيل دي يا وليه يا مرة يا مرة انت ما قادرة تفهمي قلت لك علينا قاعد بننتظر المويه تجي من السماء حسن الرصاص بيجينا احسن نتخارج انت مجنونة الظهرة وقلمبك تمشي حالك ما في اي شيء هيا يا بنت تاني ترجع وين بعد لبست الجزمة دي الله اكبر عليك والقميص المخطط ده الله والبنطلون ده تاني بتلبس العراقي والسروال انت الله اكبر عليك الله اكبر عليك برا عيونها زي الطلقه ها كده كيف والله يا ساميه انت قال انا قوي هنا الحته دي قال انا ريتا لانه ما في امان نحن دايرين السلام ما في سلام بلدنا جايطه السلام ده اللي بيسويه مني يا اخوي السلام ده بيسويه انت وبسويه انا وبسوي الناس اللي قاعدين ده صح ولا ما صح هاي تجي تبيع لي الزهره وتقول لي داير سلام يا وليه انت قايل السلام ده مديد يسويه اي زول انت قايل لنا شا قايله فسيخ قايله محشي قايله رز ده كلام كبير وما قادرين عليه وعليك الله خلينا سينفور يا سينفور سينفور والله العظيم ما دام الناس كلهم زيك كده وشغالين في الاعمال الهامشيه وقاعدين يبيعوا في الاسواق ما بتم السلام السلام ده شفته لازم تشيل الطوريه وتزرع الواطه دي الواطه دي تزرعوها وتجيبوا منها المال المال اللي بيصلح الاكل والشراب يا ناس ما جوعنا يا ولي هوي اكلي من خاطرك اكلي من خاطرك اكلتوا اكلنا انتوا دايرين انتوا غلتوا لنا البلد دي يا اخي عليك البلد دي غلتوها لنا نحكم ده يا زول اي اسمعي والله هسه لو هبشتك بتكوني جايه من ورا هناك عامله لي فيها وجه قد قلبها انت بتقلبها ها انت بتقلبها بتقلبها طيب انا بسالك سؤال جاوبي لي ارحتك الحركه بتاع عارفها ما بتقلبها انا قال خليها انتوا برضه عندكم مشاكل صح عندنا اها طيب كيف عاد كيفين؟ ما كلنا يا زول كلنا الميس واصلنا وكلنا تعبانين ونحن تقال لنا عجبان العيشه هنا يا سلام يحلل بلدنا والله العظيم نمسك الغنمايه دي كده ميه ميه تمسك كده والله لا تقولي لي نار لا تقولي لي بس تمسك كده كك 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 تبقى مارك هيا يا بهي هسه اللبن الزايدين له بنسلين والزلبن نرص مويه طيب يحلي لك الزمان
ويحلي الكسرة كانت مالية الطباقة، ويحلي الكسرة لما نجارك وقول لك اديني درجة كسرة ترفع له الطبق كله. ايوه هيا يا بهي تقول لي سلام، ما في اي سلام يا اخي اختي. انا ببيع زهرتي وانت امشي بيعي شاييكي ومشي امرك، ما في قصص دي كلها فارغه ساكت عليك الله. هسه جبت اولادينا ما شاء الله قريتهم وبيقروا ولا راجعين ذاته، ما في امان ما في سلامه، اللي برجع ليش له؟ قلت لك يا محمد تعال اكلمك. ادري اقول لك كلام اخوي انت بقيت كده هنا ما خلاص، بس ادري عليك رفيت وامشي انضم مع الناس اللي بنضم في السلام ده خير لك. هاي خلي الزهره. انا ده؟ انا ده؟ اي انا ده مش انضم معاه؟ أقول شنو؟ معلومك ذوق ليه تقول شنو؟ تقول رأيك؟ تقول الكلام اللي في الحرب اللي شردتكم دي؟ تقول جابكم هنا شنو؟ نحن دايرين السلام، دايرين الأمان. والله يا سامية؟ أهي قولي تخيلت أنا مشيت قعدت أكلم وقلت لهم أيوه محلة باردة رابطة الكرافتة بسلف لك بدلة كويس أهي أجر عليك. طيب يا إخواننا نحن لما نيجي نتكلم على السلام ما بنتكلم على السلام بالورق، الورق ده ما حاجه مكتوبه ساكت. أيوة. دايرين السلام على ارض الواقع، دايرين الامن. أيوة. دايرين الاستقرار، دايرين المواطنين كل مواطن في محله، المزارع مزارع والترزي ترزي والمكوجي مكوجي والميكانيكي ميكانيكي، اي ما يفعل فعله في مكانه. هذا الكلام وانا ارى كذلك. أيوة. وانا ارى كذلك. ما عندك عوجه. انما انما عافي والله يا حسابي تعب ساكت. انا شخصيا ما مقتنع بالقصه دي خالص، عليك الله خليني مع الزهره وسم الفار والابار وصبع امير، عليك الله خليني يا اخي، ما في كلام زي ده. لو في سلام ما لازم يكون في استقرار. أيوة. استقرار من كله، الصحه والتعليم والمدارس والميادين والرياضه كلها عندها علاقه باسلوب السلام، ما في كلام زي ده. وين الكلام ده يا محمد؟ يا حليل التعليم زمان كان مجان، يا حليل التعليم. ها هسه ولا شوف القرايه بكم؟ القرايه بقروش كثيره. اللي ما عنده قروش بيقرا؟ ما بيقرا. الاكل بكم؟ والشراب بكم؟ يا حليل زمان. طيب يا عيال مسكرينهم والطلبه مسكرينهم في الداخليات مجان، والقرايه مجان، والعلاج مجان، يا حليل زمان، يا حليل زمان، يا حليل زمان. طيب احنا بدل ما نقعد نكورك ونتنبا نقول يا اخي يحلي الزمان ويحلي الزمان، نشوف الحل شنو. الحل الوحيد انت بتقولي السلام في مكان واحد فيه حوار، نحن الحوار ده والله ما عندنا فيه راي، انا شخصيا ما عندي راي عشان ما تجيب لي هوا. اول حاجه الحوار ده عشان السلام ده يتم لازم يتم على ارض الواقع، المكان الملموس ده. انا اشوف انا مثلا يشوفوني انا محلي وين، يشوفوا بيتي وين، يشوفوا زراعتي وين، لكن ما يقولوا لي هنا ده. هسه انت بتقولي فيه ده انا والله مقتنع به تماما ما عندي فيه مشكله، لكن تطبيقه كيف؟ ده السؤال. عشان كده انت بتنضمي ساكت وانا بنضم ساكت، ما في كلام زي ده. السلام ده اللي بعرفه انا ده الناس كلها، اللي بيقرا بيقرا واللي بيتعلم بيتعلم والشغال شغال والنايم نايم والعايش عايش واللي في المستشفى مستشفى واللي بيتعالج بيتعالج، لكن كلام لا في كده داير انا ما مقتنع به. خليني ما ظهرت دي ببيع الظهر وسم الفار. ايوه الصابون يا هويا صابون روح جاي. اقول لك حاجه؟ هاي انت راسك قوي، انا خليك في صابونك وظهرتك دي. ها امشي قهوتك الما معروفه جايبها من وين دي؟ قهوه جنزبيل ما فيها. حليله جاي. ايوه حليله جاي. روح يا صابون يا صابون روح روح صابون روح روح روح. ايوه حرك حرك صابون. ايوه حليله جاي صابون يا ايوه سم فار روح 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 حرك 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 حرك. شفت كيف؟ يا اخي نحن النوع الزي ده مخارب علينا ايش؟ اي والله والله يا محمد معلش شفت النوع اللي بيبيع الظهر وبناي وقاعدين يسووا علينا ده يا اللي جاب لنا المشكله. لا 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 انت لازم يكون عنده قوه بتاع التحمل. شوف هو ذاته الزول اللي بيعمل الحوار ده اللي بيناقش ده كان ما باله بقى طويل وصدره رحب وتحمل الناس الثانيين ده خلاص ما في له داعي، لازم يكون عنده شخصيه، لازم كلامه يكون واصل، لازم يستمع للناس زي ما هو بيتكلم، لازم يرحب بنقد بتاع اي زول، يعني الناس تتحمل بعض. هاي لكن نتحملوا بعض كيف؟ نحن اذا زول نوع زي ده يقول له تعال امشي يقول لا لا انا لا لا تتحملوا تتحملوا تمشي معاه كده الدور دور كده 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 لحد ما يجي معاك. الصمت يا محمد والله الكلام ده ما بي الصمت. الناس دي نحن لازم نقعد شوف في الواقع ونفهمهم. لا 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 شوف يعني الناس دي تنادون تقاعدهم دي اصلا ما تقف منها
الصوم ما تأيس يا زول. هاي والله اقول لك حاجه، نحن بعدها بنجيبهم بالدرع بس. خلاص انت مشيت في الطريقه الغلط بعدها. طيب انت عشان اقول لك يا اخي زي ده يجيبوه من هناك عشان يجي يقول لنا اعمل لنا كلام زي ده، ما الا تجيبه بالدرع. لا 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 لا، لازم تتحمل، لازم تتحمل. ما رصيد تحويل، رصيد تحويل سنفر، رصيد تحويل سنفر. ايوه ايوه يباري باري. السلام عليكم. مالكم لوك 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 ما بنتكلم في نوعك ده؟ مالو نوعي؟ نوعك ده يا اخي ما نجيب البري يا اخي. ها؟ انت يا اخي رافض اي حاجه يا اخي. شنو يا اخي؟ الله عليك الله، خلينا يا محمد يا اخي، عليك الله خلينا يا اخي. انت بتنضم ساكت يا اخي يا اخي، مغلف في قربه مكتوبه. انت ما داير تستقر؟ ما داير ترجع تكون قاعد كده مطمئن زول يسالك ما في؟ كيف ما داير يا اخي؟ كيف داير تستقر؟ طيب يا اخي الثلج والمويه البارده والسكريم ده بيرجع ثاني؟ ما بيرجع. عين ده عايد عليك الله. خدت البنطلون هنا في البنكرياس وتتكلم معي انا؟ ايوه اتكلم معاك انت. الله يحييك الله. انت اتكلم معاك انت. شغال شنو انت؟ انا شغال شنو انت؟ تتكلم معي انت شغال شنو انت؟ الحوار ده سوى لنا الحوار ده، ما سوى لنا نوعك انت الحوار ده. معانا انت؟ هاي معك عليك الله. خلينا يا اخي كل يوم ياخذ دغاج بتتاكل بلي حبه شاي، انا عندي سكر كوبري حبه شاي. لا انت تشحت في الشاي يا اخي. خلينا عليك الله، خلينا شغال. سنفار يا سنفار يا سنفار سنفار. هاي هسه انت. ايوه لو البلد دي قامت فيها اي عكه. نعم بقت اي عكه قامت. نعم. انت ثاني بتقدر تقعد كده وتبيع سنفارك وتبيع حاجاتك دي؟ بتقدر تقعد ابدا؟ كان مرك سلاح. هسه انت جابك من هناك شنو؟ يا سلاح. طيب نحن هسه هنا ما نتكلم عشان القصه دي ما توسع يا حبيبي، عشان يكون في سلام. انت معي ولا ما معي؟ طيب هسه انت البلد دي. نعم. البلد دي هسه الناس ما في مستثمرين كتار بيجوا البلد دي دارين يستثمروا فيها. طيب ما بيجوا. ما بيجوا ليه؟ ما بيجوا ليه؟ لانه سامعين ما في سلام، ما في زول بيجي. يلا ما خلاص انت، عشان كده لازم يكون تدي احساس للدول العلاقات الخارجيه دي مهمه جدا بالمناسبه. نعم. الجيران ايوه لازم كلهم تامنهم، تمشي تشوف مصالحهم مع مصلحتك، تقعدوا سوا تتحاوروا عشان الكلام ده السلام في الداخل ده بياثر على الحاجات البرة. طيب يا اخي تاول ما تحل مشكلتك الداخل، بعدين تدخل الجيران. عليك الله. شو بيحل حل شبع بيتك. هوي الكلام الكثير بطلوا. نعم الكلام الكثير بطلوا. انا من قبل سامي ريحه مايا. شامي ريحه؟ والله سامي ريحه مايا. مستحمي مرتين. والله سامي ريحه مايا. والله شبه جنون ولا شيء. والله العظيم سامي. انت يا اخي يا اخي انت ما تسمع كلام الزول ده؟ كلامه واضح. شوف يا اخوان، هي انتوا دايرين السياحه، دايرين المستثمرين، دايرين الاجانب يجوا يشتغلوا هنا ويعملوا بيزنس. لازم يكون في سلام. انتوا الكلام ده تنضموا ساكت. وين السلام يا اخوانا؟ انا رفضته؟ ما رفضته. انا رفضته وينه؟ تنضموا ليس ساكت. انتوا زول خدت البنطلون في البنكرياس. ايوه لكن انت هسه انت هسه ادتنا فرصه. ما لوك 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 شغال بس ما بس رافض. لا ما في سلام، ما في سلام، ما في سلام. نوع ده يهود بيعوق الحاجات يا اخي. انت ما تستهدف بالله يا اخي. أنا سكتت. أنت عين. أنت نحن أنت أسرة الحكومة ديل. أي. مش قاعدين نتناقش يعملوا حوار. أيوة. عشان نعملوا سلام في البلد دي. أيوة. يا أخي قال لك الكذاب وصل الباب. على الأقل خلينا نصل معاهم لحد النهاية نشوف آخر القصة دي شنو. يا أخي محمد عليك الباب يا هودة. يا هودة الباب. وين أسرة وصلنا؟ قول. خلينا نشوف آخرها. خلينا نشوف آخرها يا أخي. هوي. يا أخي. وين احنا صابرين الزمن ده كله؟ ما نصبر حبة ثانية يا أخي. تعال نصبر. يا أخي. العمر فيه باقي كم يا محمد عليك الله. يا أخي ما خلاص. يا أخي شال. يا أخي شال. الناس الجايين. الناس الجايين. مع السلايق والسخاير اللي بناكل فيها دي. تعبانين شديد يا خليك الله يا حمد. ما في كلام زي ده. انت داير الاستقرار، داير التعليم، داير الصحه. قول لي في سلام. السلام ما تقول لي بختمك ولا تقول لي بورك. طبقوا لي على ارض الواقع، وريني له في الواقع، وريني له في الطبيعه، وريني له في حاجه ملموسه. مش قال لك ده توريه ما تقول لي وينه. وريني له. والله انت ترى زول فاهم. انا من جبال ما قايل لك كده. والله شو رايك يا سعاد؟ انا خليني قدرنا نشوف راي جماعه ديل. اسالهم. ايوه ايبار ايبار سنفاريا صابون صابون. ايوه سلام يعني ما بيتحقق في التنمية والاستقرار والتعليم وبالإضافة يعني تحسين العلاقات مع الجوار الدول المجاورة مثلا زي ليبيا مصر. ثانيا دراسة المشاكل الاقتصادية في البلد. الحوار أو السلام يعني ما بتم بقعاد الناس في القاعات. المفترض الحوار يكون على مستوى ناس الوجع. أنا بسميهم ناس الوجع أو المواطنين. حوار يكون حوار مجتمعي اول، بعد ذاك يمشي للقاعات يسمع ناس الوجع شنو. الحوار يكون مجتمعي اول او ناس المواطنين قبل ناس القاعات. السلام هو يعني فيه امان وفيه تنميه وفيه استقرار على مستوى البلد. انا رؤيتي انه الحوار هو صالح الحكومه. اعلنت الحوار على مستوى السودان وعلى مستوى اللجان. الناس صح يعني انا متابع البرنامج على مستوى التلفزيون، على مستوى قناه الشروق، على مستوى السودان. لكن الحاجه اللي اقولها انه الفتره ما فتره كافيه. نحن عندنا نيجيريا كان اعلنوا سلام وحاوروا على مده 3 سنة. عندنا جنوب افريقيا كان حوارهم 6 سنة. يعني المده ما 3 شهر
ولا شهرين عشان نقدر يحل مشكلة بلد واسع زي ده مترامي الأطراف حوالينا 9 دول. أنا رجاء بناشد إنه الناس تتحمل والناس تنزل زي ما أعلن الرئيس إنه المجتمع يكون حوار مجتمعي عشان يتلخص في مخرجات تعم المنطقة وتعم السودان. والسودان فيه تداخلات، فيه تداخلات أفريقية، فيه تداخلات عربية، فيه تداخلات كثير. عشان كده يعني إحنا كما كلنا قعدنا وعيدنا صياغة هذا البرنامج من جديد، نعيد الهوية، نعيد العلاقات الخارجية، نعيد كل الهناي، بعد ذلك بنخرج من المخرجات. بما أن السلام هو نقيض الحرب والحرب منبوذ في كل الأديان السماوية وكل منبوذ وهو منبوذ من كل شعب من كل شعوب العالم، نعتقد أن السلام هو الحل الأمثل لتنمية السودان. والسلام لا يتأتى إلا بالحوار، والحوار هو أن تحاور عدوك بكل صدق وأن لا تجعل له أهداف خفية تريد أن تحققها. لا، الحوار هو يأتي بالسلام، والسلام مطلوب جدا. نحن لو قعدنا لا انبذت علينا أرض السودان من خيراتها، لو قعدنا للحوار وقعدنا ولملمنا أطراف البلاد من حروب وقعدنا وتساوينا وصافينا وبطلنا الحزبية والجهوية والقبلية، لا أنبذت علينا أرض السودان بالتعليم والصحة وكل ما فيها من خير، وأنا أرى في أن ناس السودان فيهم خير. الله يقول أن الحوار الوطني طبعا شيء جميل وكذا، لكن يكون في مبادرة طلابية بعد ذاك يعني الناس تقوم في المجتمع في دار المجتمع كله. ها يلا نحن نقوم نعمل كيف عشان نقوم نحارب الحياة دي كلها السالبة. يعني الآن الأسلحة في يد المواطن بكسرة، احنا ندي يعني كل الناس المسؤولة من الشيء ده يعني تقوم نغير رؤية الأسلحة في الدولة في البداية في المقام الأول. احنا نقوم نغير الأسلحة دي كلها، نقوم نغير عشان نعدم الزغير في يد المواطن عشان نقدر نصل لسلام هناي. بعد ذاك بدا يعني بشير للحركات المسلحه والناس الرافدين للسلام، بدعم للسلام يعني للحوار الوطني، لان الحوار الوطني اصلا بيسعى لانه ما قعدنا وتسافين وطردين وكذا ما حنقدر نصل لحل. ما بقدر اتنازل عن يعني هم رسلوا لي دعوه وانا زول استاذ جامعي وداريني اقعد معهم، انت تقول لي ما تمشي؟ تمشي كيف؟ ده الناس بتاع المشاكل ما بتمشي ليهم. ليه انت عارف الناس دين يوم داك مشى لهم حاجتهم حاجتهم الراجل الحيبل في البلد، الناس دي كلها بتحترمه، عارف قالوا له شنو؟ هاي قال لي اطلع من البيت يا راجل، دي مشاكل شخصيه اوعك تتدخل فيها يا راجل، استهدى بالله. تقول لي تمشي لهم؟ هاي لكن يا سامي يعني انا اعمل شنو يعني؟ الناس ديل انا زول استاذ جامعي والناس ديل دارين يقعدوا في الواطه والحوار، احنا بننادي بالحوار يا اخي. ده حاجتهم ده يمكن زول استعمل معاهم العنف. حاجتهم؟ حاجتهم الراجل التغي بيعرف عنف؟ هو يا محمد انا تعبت فيك يا اخوي، وقال احتلق ذهبي من يديني من رقبتي وقريتك. كتر خيرك يا اختي، انا ما قلت حاجه كدي. انا قريتك ما عشان تجي تحل لي مشاكل الحله. مشاكل الحله شو بيحلها؟ امشي يا اخوي، كان دايما تتكلم اتكلم في الجامعات، اتكلم في الساحات، اتكلم مع الناس اللي لابسين البدل ديل ومسافروا بالطيارات. هي لكن يا ساميه انا ما حاولت ما خلوني، والجامعات ذاتها بقت كلها مشاكل والشايل سيخ يعني انا طقوني بسيخه ما انتهيت يا ساميه. اسمع، سيخه في الجامعه؟ هي وحات الله، الناس اللي ماشي لهم ديل عكاز في السماء، سكين في السماء، والله يا محمد ادوك في ردع عكاز في راسك ده، اعملوا لك ارتجاج في المخ ما بعرف اوديك وين تاني. لا 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 ما كان كذي يعني المزرعة دي لا، لكن ما برضو الحوار والناس كونوا يقعدوا ونحن ما ناس متعلمين، يعني لازم نفهم الناس. يا بدا كان زمان زمن اهلنا الكبار، المرأة كان حردة تجوها الرجال الكبار يرجعوها لبيتها، وكان طلقوها يجيبوها يسترجعوها لبيتها. هسي كان رفعت صوتك ساكت، الولد كان يتكلم مع ابوه يقول له ما منها طوالي يرفع صوته، البنت ترفع صوتها على امها، يا ناس بقى ما في احترام، بقى ما في احترام يا اخواننا. ماشي انت؟ انا يا ساميه يا اختي انا ما قلت لك الناس دي رسلوا لي، وانا ما ممكن اخلوهم واكون قاعد يكون زول سلبي. ما رسلوا لك هو، انت عارف الرسل لك منو؟ رسل لك محمود عشان داير يحل المشكله دي، لكن انت ما بتدخل فيها، اضربوا عكاز في اصلا ما بتدخل ما بتمشي لو الناس دي. لكن يا سامي يا اخي كلامك ده والله ما بيجي، يعني انا اسوي اقول لهم شنو يعني؟ اقول لهم شنو يا زول؟ هاي الناس دي خلوه في مشاكلهم، خليك في شغلك يا اخوي، خليك في شغلك، يقوم يرقدوك يفصلوك من شغلك، مالك مال الناس.
ما انا حاسس ان انا عندي محاضره واحده بس، بنتهي من المحاضره دي وبمشي بقعد مع الناس ذي. يعني الناس ذي هم اهلنا من قبال المشكله دي ما تتطور وتبقى كبيره، تمشي من الحي تمشي تبقى للحي الثاني ومن الحي الثاني تبقى مشاكل كبيره. يعني احنا ما دايرنا، احنا دايرنا نقعد معهم في الوطن نفهمهم واحده واحده يا ساميه. هقول لك حاجه يا محمد، الليله انا دي محاضرتك ماشيه معاك للجامعه، وبعد ما تجي من الجامعه اقفلك في بطن البيت بالترباز عشان ما تمشي للناس دي. الناس دي لسه ما بتمشي لهم، دي ما بتنفع معاهم جوديه، ما بينفع معاهم كلام، دي ما بيفهموا، دي الناس متخلفين. يا سامي يا اخي صح، انت ربيتيني ودفعت علي وصرفت ذهبك يا اخي، ما انا كمان زول عندي شخصيتي، يعني ما لازم كمان يكون عندي مزال انه اكون مساهم في الوطن ده؟ يعني مساهم في الوطن تحل مشاكل دين؟ تحل مشاكل دين؟ اقول لك حاجه يا محمد، انا ما بسمع الكلام ده، انا الكلام ده اصلا ما بدخل في راسي. المره دي المره دي ما بتمشي ليها. والله اقول لك حاجه، يوم ده جاء عبد الصمد دخل عليها، والله يا جماعه شوف عيني، جابت الحلة مليانة موية حارة دفقت على عبد الصمد في رأسه. يا زول هاي قلت كده؟ هاي قالت لا اطلع من هنا، دي مشاكل شخصية. أرح لا لا خلاص أرح أنا لك الله مالحنا مالك مال الناس ديل. يا حمد هاي يا حمد هاي يا حبيبي يا حمد هاي يا حمد يا أخي سامعك سامعك. أنت كلامي ما واقع عليك؟ واقع عليك كيف يعني كده فهمني له السلام ده هاي. السلام اللي بيقولوا فيه ده نعم يسرعوا خطواته يخلوه سريع يعني كيف؟ يعني يمشي سريع كده جكة يعني ولا كيف يعني؟ لا يا أخي أسمعني يعني يهمه فيه بمعنى إنه مش مبتم طوال يكون تقديمه. هاي لكن لسه ما قاعدين ينضموا ترى من الصباح لوك 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 شغالين طوال يعني يسرعوا كيف يعني؟ لا يسرعوا إلا يعملوا حركة سريعة يا عمد حركة إلا يعملوا حركة في الكلام يقول له هات أنت نعمل حركة السلام عليكم السلام عليكم. أنت ما قاعد تفهمني؟ ها؟ يسرعوا بمعنى إنه يتم تطبيقه طوال مباشرة ويدعو الرافضين. ما في ناس رافضين مش؟ هاي قال ما داير انا مش مش هاي مش انت ما تقول يا خليه يا اخي امشي خليه ما زي ولدك ولد قاعد في البيت هاي عمل معك مشكله اي مشكله هاي. اخوه لبس قميصه لبس جزمته المؤاخذه المهم عمل فعل الوضع يضايق هاي. قال لك يا ابوي يا اخي بصراحه كده احمد ده بيتعامل معي تعامل انا ما قاعد لك في البيت انت بتقول يا اخي امشي يا اخي امشي ما تطرده تقول له يا ولد ما تقول كلام زي ده لبيتك ما بنادى اخوه بقول له انت جندا مالك كل دقيقه والثانيه شايل له حاجه وشاد منه بس مصيبه هاي. هاي انا بتكلم عن ده يعني زول الرافض ده هاي. ما تقول لك اللي يرفض جيبه ده ما معاك هنا ده ما لحمك ده ما شحمك ده ما زولك ده ما دمك هاي لكن هاي لكن كان مبحس ابا ابا كله كله تحسسه تحسسه المره الاولى المره الثانيه ما تيأس ما انت داير تبني معاه هاي. تبني معاه مشروع هاي. لو هو قاعد برا ثاني بنمي له جسم هاي الحين قد مربع يده هاي طبجيب معه ناس بعشان يبدو لك بمبي والله والله يا حيرتنا عدل يا أخي ما في حلل ما في حلل والله اسمع كلامي اسمع كلامي انت الكلام ده اللي بقوله لك ده انت قايل لي انا ما رافض والله انا زول مسالم جدا ومسكين باكل اي شيء هاي شفت كيف نعم. لكن كمان داير الحاجة السمحة داير الحاجة المنطقية داير الحاجة الملموسة انا من اقول الملموسة قاعد يقول لي مجنون ما مجنون انا ما مجنون خالص داير بيان بالعمل بيان بالعمل شفت كيف يسرعوا في السلام خطواته يعني خلاص اتكلموش يلا يبقوا طوالي في التنفيذ الناس اللي ما دايرين يجيبون تعال يا اخي انت دا شنو ورينا موضوعك اها ايوه ايوه لكن ما تقولوا ده لا لا ده ما معنا خلاص كنت ما تنهروا ما تنهروا في قمع كده لين ها بلين تعرف اللين ايوه استيب باي استيب هاي سلولي هاي سلولي سلولي هاي بالراحه بري سلولي سلولي دي شنو يعني ها سلولي ها سلولي ها ما سلولي سلولي يعني قصدك سلولي خلاص انت قوله وانا بنفذها ما في حياة والله يا حمد ده الكلام اللي انا اقوله وقع عليك وقع علي يلا يسرع في الحي دي وقع علي عشان القصه تمشي لقدام والله العظيم وقع علي هاي وقع علي لكن ان شاء الله هو نسمعوا الكلام شنو ده ما يسمعوا كيف لازم يسمعوا والقصه دي يشاركوا فيه الشباب برضه يخشوا شباب النيرين ديل هاي يتكلموا مفروض اي يعني حسيت انا في البيت لما تعمل 50 سنه اي 50 أي. ما بتقول لي ولدك تعال انا في زول داير مني كده وفي زول عنده معي كده انا قروشي كده وخزنتنا كده وعندك كده حتى لو متزوج بالدس بتوري الولد الكبير اي صح بتقول له والله يا اخي انا عندي مره ثانيه عشان ما ايوه عشان ما يحصل ظلم بعدين بس نحن ما بس اليوم باليوم ها نحن ديل اليوم باليوم يقول لك يا زول كده اليوم ده يا زول بكره ربك كريم اي نعم ونعم بالله ربك كريم السلام عليكم عليكم السلام اقول لكم حاجه جيت اقدم لكم دعوه دعوة محمد اخوي ماله محمد اخوي الجميل الخارج ما شاء الله تبارك الله حداس ونظام ايوه اها قلنا نعمل يعني
نحن ما دايرين السلام ده يعم. طيب كلنا نتفق حول السلام ده. كويس. كنا دايرين نعمل ندوه كده في الحله, تجيب الناس الكبار كله وناس الحله والشباب. كويس. ويتكلم لنا في الحله وكله ناس. ايوه يتكلم الليل في حلتنا, بعد بكره يمشي الحله الثانيه وكده ده. أي. عشان السلام ده يا جماعه, السلام ده ما بيجي ساكت. كويس كويس والله, كويس والله. انت بقيتي ما شاء الله على درجه كبيره من الفهم. أه. والله تمام والله. اها انت اقول لك حاجه, انت كلم ناس الفريق الورا. والله محمد داسر فيك والله. اي أيوة والله. أه؟ كيف بقيتي والله تجيب درر. احمد الله. أه والله تعبي ما راح ازاي. اي أيوة والله. او ذهبي البحث ما راح ازاي. اي أيوة والله. أه. ما شاء الله والله. محمد بقى زول ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. اي والله 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 ما شاء الله, عنده مواصفات وعنده وعنده شخصيه وما شاء الله كلمته مسموعه. ايوه هسه اقول لك حاجه, اي مره في الحله. نعم. واي بيت انا دخلته قالوا لي احنا المغرب, من نصلي المغرب ونجي نقعد طوالي طوالي. خلاص والله اول حاجه ذاته نحل احنا مشاكلنا الحله دي. ايوه الحله. ايوه وبعد ذاك نفتش مشاكلنا الخارجيه. ايوه, أيوة. احنا كان بدينا بالحاجه الصغيره وبعد ذاك نمشي للحاجات الكبيره كبيره. نعم. صح. نعم. ولا ما صح؟ بس هو ده حقتوني كيف؟ لا لا كده. لا لا والله تمام والله كده. ايوه والله 100%. انا انزلكم بس دقيقه ماشي وجاي, بس اشوف محمد وين. خليكم دقيقه بس جايكم. هاي جايكم. وانا ما ماشي لين اسوار الحله ده اكلمك كله. يا ساميه عيني, انت بتقول لي بيحتى ذهبي الفي رقبتي وفي اليد ذهب اصلي ولا صيني؟ والله تمام والله. والله يا زلمه انا اوريك يا حمد, لفيت لك الحله كلها. انا اوريك. هاي مشيت لنا الحله الورا ديل. هاي قالوا لي يا اخي احنا السلام ده انت بتقولوا سلام سلام كيف؟ قلت له سلام كالاتي. هاي مثلا. هاي مثلا انت شايل سكينه. انا هاي شايل سكينه. هاي طرينا طرينا جد جد طرينا سكينه طرينا يا اخي. انت بتطري لك في مسحلاقه. ها يا حمد. تيباك 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 تيب امر. ايوه ايوه ايوه. يلا تعال شايل السكينه. تعال علي تعال تعال علي. ضغط عني. السلام عليكم. اهلا. يا سلام. وعليكم السلام. زي الحال. انت كيف؟ انت قادر تطعم مش؟ انا قلت لك سلام عليكم. ايوه معنا السكينه مشت وين؟ يدك الشمال. وجد يدك اليمين في يدي انا. السلام. ده السلام. انت دار السلام. يلا عين عكسه كيف؟ تعال تعال. انا شايل السكينه قول لي سلام. انا جيت ماشي اخلاقي هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صح كده ينفع؟ وانا قال لك ما تلاقي معي حلو. اه كده كويس. ما بيجي. هبدا اي والله. صح ما بيجي خالص. اي والله. يبقى بالتالي السلام معناته السلاح ده يتخطى في الوطن. نعم. المسدسات السكاكين العكاكيس اي شيء. يا شباب يا شباب والله كلامكم ده كلام جميل. ايوه انا اكيد. سامي اختي جات وصلت لكم الرساله. طيب ايوه احنا الحمد لله هسه جمعنا كل العيال حولنا. نعم. وعملنا نقاش. طيب وعملنا الكلام ده على ارض الواقع. على الاقل الناس تتدرب. أيوة. تعرف تتكلم في المنابر وفي السياسه وفي الاقتصاد وفي الحاجات عشان حقوقهم ما تروح. ما في حقوق اخوان. المواطن ده ما عنده حقوق, لازم يعرف حقوقه عشان يقدر يؤدي واجباته. صح المفروض. أيوة. كده لانه الحقوق احنا قاعدين ساي. انتوا الناس قاعده ساي. ليه؟ لانه الناس ما قاعده تفتش عن حقوقها وما بتعرف حقوقها هي شنو. لو اي واحد تاسي سالته يقول حقوقك شنو ما بيعرفها ما بكون عارفها. نعم. انت يا استاذ محمد الكلام ده معي واقع لي واقع لي. أيوة. عارفه والله. أيوة. عارفه. انا والله عجبتني جدا الحته بتاعتي انك يعني المزرعه بتاعت توصيل السلام. ايوه بسيطه جدا. يا زول اسمع انا عشان ما شايفك غشاني. لكن غشاني شفتها قال لي اعمل التمثيليه غشاني. انا ما طعنته. وطعني. طعنك غدار خلاص. لا لا والله ده ما ده المشكله دي. قطعني من الخلف اسمه. طعني من الخلف. ايوه. يلا يبقى بالتالي نحن نفهم الحته دي ونوقع لروحنا اول حاجه ونبدا بقى واحده واحده. وما نقول للزول يا اخي اسمع انت يا اخي بتاع دي تمشي 200 ولا اسعد عجبني انا بعد زهره. انا بتاع زهره. انا عندي كنتين. عندي بقر وعندي غنم. ايوه صح. والله لما اجيب فيهم كده البقر الاولانيه ما بشوفها. ما شاء الله. يا زول بناديهم باسمهم. ام قره ام قره. بيارجل. والله العظيم. هاي الله ما شاء الله. اقسم بالله من قوم صلاه الصبح البقر ده فوق في الخلا. شفت اولاد ده ما شاء الله يمسكوا طوريه دول بتاع الجبل بتاع الجبل. ونسواننا بيزرعوا. انت جنيت. والله يزرع. يا اخي ما ترجع يا محمد. هزول. ما ترجع. وين ارجع؟ وين يا زول؟ لا 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 ان شاء الله ان شاء الله الامور كلها تزبط ان شاء الله الامور كلها تصلح. والله لو زبطت هاي بكره انت دي بقوم. تمام والله برجع. هاي يا اخي والله الموضوع ده انا مفتكر انك تتولى الموضوع ده جدا والله وتوصل للناس. ايوه قول لهم يا اخواننا يا اخي السلام ده جدا. الناس تقعد في الوطن جدا وانه السلام حيعم البلد. نعم. وانه نحن ان شاء الله. نعم. حتى على مستوى الجامعات. نعم. على مستوى المدارس. أيوة. على مستوى الاحياء. أيوة. كل الناس زي انا مفتكر انه الرساله بتاعت السلام دي هاي. هم مطالبين بان يوصلوها جدا. أي. الله يكون اخواننا وقع عليك كلام كتير اكرم راح يكون الله
إبار ظهرة على حوالي يطلبون قدرة رحيك. طيب أنا بشوف إنه اختلاف الرأي ده يعني الناس يعني اختلاف الرأي ما بياخد للويد غدية، وأنا شايف إنه الناس توت في الوطن ويعني وتحاول تنظر للأشياء يعني بصورة عامة يعني، وفي النهاية إنهم بيصلوا للحاجة دي في النهاية باتفاق بيصلوا للحاجة اللي هم عايزينه. السلام شرط التنمية، فإذا ما في سلام ما في تنمية، والتنمية كيف إذا كان الواحد بيجي من أهله بيخلي زراعته بيخلي بهايمه بيجي عشان يبيع له صباع عمير ولا يبيع له رصيد؟ لا أفتكر إنه ذات الحوار الوطني يكون على مستوى الشارع السوداني عشان المواطن السوداني يشارك بالحلول ويكون واعي بمخرجات الحوار الوطني. إذا أنا داير أحقق السلام فأنا لازم أقف مع الزول اللي هو واقف ضد السلام وأتحاور، يعني أنا لازم أكون عندي صدر رحب لأنه أنا يعني أقف أسمع لكل رأي وأحترم رأيه، يعني حتى اللي هو واقف ضدي فأنا لازم أحترم رأيه عشان هو يقدر يقنع الجاي منهم. الشيء الثاني يعني نحن لسه قاعدين نشوفه في الجامعات، يعني أنت لما الشيء الآخر ما بيحترم رأيك أنت كشخص، يلا أنا لما يحترم رأيي فأنا بقدر أقنع أهاليل هناك اللي أنا جيت منهم على أساس إنه يقتنعوا، لأنه هناك بيقتنعوا على أساس إنه يعني أي لازم ياخذوا حقوقهم التامة كالناس الموجودين في في المدن، يعني فهناك يعني الحياة في الريف تختلف عن الحياة في المدن، يعني فأنا الدولة ما ممكن عشان أنا أحقق السلام هم لازم يطالبوا عشان لتحقيق السلام لازم هم ياخذوا كل حقوقهم، يعني هسي من تنمية وكهرباء ومويه وكل شيء، في بعض المدن ما في الكلام ده، لذلك الناس يعني بترجع للحرب دائما. أتمنى إنه يعم السلام في كل أنحاء السودان حتى يطمئن الناس جميعا في على مستوى السودان وعلى مستوى الأقاليم كلهم على ممتلكاتهم وعلى أموالهم، وبعدك تاني يستضيفوا الناس ما راضين إنه يجوا يحاوروا مع الناس في الحوار الوطني، يدخلهم الوساطة وبعدك يجيبهم حتى يتم السلام على مستوى السودان. بالنسبة للحوار والله نعم احنا كلنا مقبلين للحوار ودارين الحوار، لكن الإشكال وين انه يكون الحوار يكون بجدية، يكون الحوار يكون فيه صدق، الحوار يكون فيه أهمية بتاع الشعب السوداني في المقام الأول ويحقق جدوى ويحقق نتائج إيجابية. كل الحوارات الفاتت ما فيها جدوى، لكن نتمنى انه الحوار ده ان شاء الله يحقق جدوى ويكون فيه جدية ويكون فيه نوايا وفي المقام الأول يكون انه الشعب السوداني في المقام الأول والوطن في المقام الأول والناس يتقوا الله سبحانه وتعالى في المقام الأول والآخر، ونتمنى ان الحوار ان شاء الله يحقق نتائج ايجابيه وان شاء الله كل الناس تلتف حول الحوار، وما ما في غير حوار ثاني، ما في اي حل مخرج غير حوار، كفايه من حرب كفايه من دمار كفايه من مشاكل كل اللي حصلت، ان شاء الله الحوار ان شاء الله نتمنى انه يحقق نتائج ايجابيه. السلام يعني مننا وفينا، الانسان لو داير يقول حاجه او يتكلم عن شيء انه السلام موجود عندنا، نحن نتعامل مع الانسان ونتعامل مع الحياة كقيمة، يعني إنه الإنسان ده تتعامله تعامل طيب وكويس وبراه بينمي البلد، خلاص إنه الناس تقعد مع بعض وتحل المواضيع دي وتتعامل يعني تعامل إنساني، إنه الناس كلها إنسانين والبشر واحد، يعني كل الناس سويا، ليه زعلك وقول ليك انت من وين وجاي من وين وقاعد من وين، لا الناس دي كلها واحد. بتمنى انه الحوار الوطني يكون حوار سلام وامن واستقرار لكل الشعب السوداني وكل الناس المشردين، وبتمنى انه كل الطلاب بتاع الجامعات يمشوا يوصلوا معلومه لاهلهم ولا اهلهم في الخارج في القرى الساكنين برا وفي العاصمه وفي الولايات كلهم وصلوا لهم طريقة السلام، وهم يقدروا وصلوا السلام هذا الطلاب في الجامعة، وكل الطلاب في الجامعات يعوا طريق السلام وقدموا لنا السلام بأمن وطريقة، وإن شاء الله الحوار يمر على طريق السلام.